هاي كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح أعمل نوتيلا براونيز. هالوصفة عن جد كتير طيبة وسهلة وسريعة. رح بلش بتجهيز صينية البراونيز. رح ادهنها بالزبدة وحط بارشمنت بيبر. لما أدير البراونيز نص كوب زبدة مذوبة، 2 ملعقة كبيرة نوتيلا، نص كوب سكر أبيض ونص كوب سكر بني، بخلطهم بحط فوقهم بيضتين وملعقة كبيرة فانيلا. بنخل فوقه نص كوب طحين وربع كوب كاكاو. نضيف له نص ملعقة كبيرة نسكافيه. وآخر شي بحط كوب شوكليت شيب. بقلبهم منيح وبحطهم بالصينية اللي جهزتها وبخبزهم بالفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة نص ساعة. الفرن لازم يكون محمى مسبقا. حطها على الرف اللي فوق من الفرن، مش اللي بالنص. بس تبرد البراونيز بقطعها، وبعد كل قطعة بمسح السكينة لتطلع القطع مرتبة ونظيفة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. صحتين.